قيام افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالبنود بالابيض سيدي الشيخ بخدمه شرطه الطريق. لفت انتباههم شاحنه سائقها يبدو عليه ملامح القلق والارتباك، حيث تم توقيفه ومراقبه جميع الوثائق الاداريه وتفتيش الشاحنه تفتيشا دقيقا باستعمال ثنائي اسيو ثقني. تم العثور على صندوق تحت المقطوره مهيئ من اجل اخفاء اشياء، وبعد فتح الصندوق وجد بداخله اكثر من 59 كيلوغرام من المخدرات الصلبه كوكايين. بعد استعمال كاشف السريع للكوكايين والكراك وارسال عينه الى المعهد الوطني للادله الجنائيه وعلم الاجرام ببوشاوي، كانت النتيجه ايجابيه. مكنت العمليه من تفكيك شبكه دوليه مختصه في المتاجره بالمخدرات الصلبه تتكون من 15 شخص، ومن بينهم امرأتان وشخصين من جنسية إفريقية تتراوح أعمارهم ما بين 22 سنة و 39 سنة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية وتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، أسفرت العملية على حجز شاحنة من الوزن الثقيل، سيارة نفعية رباعية الدفع، 8 بطاقات هوية، 16 هاتف نقال، مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدر ب 19 مليون سنتيم. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم أفراد هذه الشبكة أمام السلطات القضائية المختصة من أجل جناية التسيير والتنظيم لجماعة إجرامية منظمة لغرض الشراء والتخزين والتوزيع والترويج والحيازة قصد البيع للمخدرات الصلبة كوكايين بطريقة غير مشروعة باستعمال وسيلة نقل. تابعونا على المواقع التالية: